ان الفيلم معروض على اكثر من منصه، فلما تبقى في اخبار من هذا النوع وجائزه مثل تلك تقدم للفيلم تحفيز للذي شاهده ان يعيد مشاهدته، وللذي لم يشاهده ان يشاهده، وده شيء جميل ورائع يصب في اللي حضرتك كنت بتقول يا استاذ يوسف من شويه فيما يخص دور القوى الناعمه ودور صناعه الوجدان واهميه الثقافه والفنون والابداع في مواجهه التطرف والتسلف والتخشب والفتنه والارهاب. كل هذه الامور يحاربها بقوه ويواجهها بشده وبعمق وبتاثير اوسع واهم الفن.